يبدأ الإمام الغزالي رحمه الله ببيان ذم الغرور وحقيقته، فيقول وحقيقته، فيقول: إن مفتاح السعادة التيقظ والفتنة، ومنبع الشقاوة الغرور والغفلة، فلا نعمة لله على عباده أعظم من الإيمان والمعرفة، ولا وسيلة إليه سوى انشراح الصدر بنور البصيرة، ولا نقمة أعظم من الكفر والمعصية، ولا داعي إليهما سوى عمى القلب بظلمة الجهالة. فالأكياس وأرباب البصائر قلوبهم كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. والمغترون قلوبهم كظلمات في بحر لجي، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض. فالأكياس هم الذين أراد الله أن يهديهم فشرح صدورهم للإسلام والهدى، والمغترون هم الذين أراد الله أن يضلهم فجعل صدورهم صدرهم ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، والمغرور هو الذي لم تنفتح بصيرته ليكون بهداية نفسه كفيلا، وبقي في العمى فاتخذ الهوى قائدا والشيطان دليلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. اعلم أن قوله سبحانه وتعالى: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، وقوله سبحانه وتعالى: ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني، كاف في ذم الغرور. وقال صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والغرور هو أم الشقاوات ومنبع المهلكات، فالموفق من العباد من عرف مداخل الآفات والفساد فأخذ منها حذر فحذر منها وبنى على الحزم والبصيرة أمره. والغرور هو سكون النفس إلى ما يوافق الهوى ويميل إليه الطبع عن شبهة وخدعة شيطان. إذا الغرور أن تميل النفس إلى أشياء تهواها بدافع من الشهوة أو الشبهة أو الخدعة الشيطانية. فمن اعتقد أنه على خير إما في العاجل أو في الآجل عن شبهة فاسدة فهو مغرور. وأكثر الناس يظنون بأنفسهم الخير وهم مخطئون فيه، فأكثر الناس إذا مغرورون، وإن اختلفت أصناف غرورهم واختلفت درجاتهم حتى كان غرور بعضهم أظهر وأشد من بعض. بعد ذلك يذكر الإمام الغزالي أشهر أنواع المغرورين من الذين حادوا عن الطريق، ثم يذكر أنواعا من المغرورين من يظنون أنفسهم من الصالحين. فمن الغرور غرور الكفار، وهم الذين غرتهم الحياة الدنيا وغرهم بالله الغرور، فهم الذين قالوا: النقد خير من النسيئة، والدنيا نقد والآخر نسيئة، نسيئة يعني التأخير، فهي إذن خير فلا بد من إيثارها. وقالوا: اليقين خير من الشك، ولذات الدنيا يقين ولذات الآخرة شك، فلا نترك اليقين بالشك. وهذه أقيسة فاسدة تشبه قياس إبليس، حيث قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وإلى هؤلاء الإشارة بقوله سبحانه وتعالى: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وعلاج هذا الغرور إما بتصديق الإيمان وإما بالبرهان، يعني يقام عليهم الحجة ليبين لهم ضلالهم، أو أن يؤمنوا فينزاح عنهم هذا الغرور. النوع الثاني من المغرورين العصاة من المؤمنين، وغرورهم في قولهم: إن الله كريم وإنا نرجو عفوه، واتكالهم على ذلك وإهمالهم الأعمال وتحسين ذلك بتسمية تمنيهم واغترارهم رجاء، وظنهم أن الرجاء مقام محمود في الدين، وأن نعمة الله واسعة ورحمته شاملة وكرمه عميم، وأن معاصي العباد لا شيء في بحار رحمة الله، وإنا موحدون ومؤمنون فنرجوه بوسيلة الإيمان. وربما كان مستند رجائهم التمسك بصلاح الآباء وعلو مرتبتهم كاغترار العلوية، يعني آل علي عليه السلام رضي الله عنه، بنسبهم إلى النسب الشريف، مخالفة سيرتهم لسيرة آبائهم، حيث كان آباؤهم في الخوف والتقوى والورع،
وظنهم أنهم أكرم على الله من آبائهم إذ كان آباؤهم في غاية الورع والتقوى وكانوا خائفين، وهم في غاية الفسق والفجور آمنون، وذلك نهاية الاغترار بالله عز وجل. وهو يتحدث عن العلوية في زمانه رحمه الله. قال: فقياس الشيطان للعلوية أن من أحب إنسان أحب أولاده، وأن الله قد أحب آباءكم فيحبكم فلا تحتاجون إلى الطاعة. وينسى المغرور أن نوحا عليه السلام أراد أن يستصحب ولده معه في السفينة فلم يرد، فكان من المغرقين، فقال: ربي إن ابني من أهلي. فقال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وأن إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه فلم ينفعه، ومن ظن أنه ينجو بتقوى أبيه كمن ظن أنه يشبع بأكل أبيه، يعني إذا أبوك أكل أنت تشبع، ويروى بشرب أبيه ويصير عالما بتعلم أبيه. فالتقوى فرض عين، فلا يجزي فيه والد عن ولده شيئا. والقاعدة المأخوذة من هذا الكلام أن الاعتماد على النسب الكريم وترك العمل غرور. قال صلى الله عليه وسلم: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. طيب، ما الفرق إذن بين الغرور والرجاء؟ فإن قلت فأين الغلط في قول العصاة والفجار: إن الله كريم وإنا نرجو رحمته ومغفرته، وقد قال: أنا عند ظن عبدي بي. يقول: فاعلم أن الشيطان لا يغوي الإنسان بكلام إلا بكلام مقبول في الظاهر مردود في الباطن، ولولا حسن ظاهره لمن خدعت به القلوب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن ذلك فقال: الكيس من دان نفسه وعمل ما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وهذا هو التمني على الله. غير الشيطان اسمه فسماه رجاء حتى خدع به الجهال. وقد شرح الله الرجاء بقوله: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، بعدما بذل كل هذا، أولئك يرجون رحمة الله، يعني أن الرجاء بهم أليق. وهذا لأنه ذكر أن ثواب الآخرة أجر وجزاء على الأعمال، فقال: جزاء بما كانوا يعملون. وقال سبحانه: إنما توفون أجوركم يوم القيامة. أفترى أنه من استؤجر على إصلاح أوان وشرط له أجر عليها، وكان الشارط كريما يفي بالوعد مهما وعد ولا يخلف بل يزيد، فجاء الأجير وكسر الأواني وأفسدها أفسد جميعها، ثم جلس ينتظر الأجر ويزعم أن المستأجر كريم، أفيراه العقلاء في انتظاره متمنيا مغرورا أو راجيا؟ وهذا للجهل بالفرق بين الرجاء والغرة من الغرور. فواحد أعطيته أواني وأنت كريم راح كسرها، هو هل يصح أن ينتظر يقول أنت كريم وستعطيه أجره؟ ولله المثل الأعلى. قيل للحسن: قوم يقولون نرجو الله ويضيعون العمل. فقال الحسن: هيهات هيهات، تلك أمانيهم يترجحون فيها، من رجا شيئا طلبه ومن خاف شيئا هرب منه.